ازيكم يا جماعة؟ يا رب الجميع يكونوا بخير. احنا دلوقتي هنتعلم ازاي نغير مقاس اي صورة او حجم اي صورة بدون تطبيقات او برامج او فوتوشوب او الكلام ده. يلا اول حاجة هنبدأ نعمل ايه؟ هندخل على جوجل كروم، تمام؟ هنيجي فوق خالص في العنوان، او هنكتب في الجزء ده، هنكتب بالانجليزي سيمبل ايمج سايز، وهنضغط بحث او انتر. هنفتح الموقع، اول موقع ظهر لنا ده اللي هو سيمبل ايمج ريسايزر، تمام. هنيجي هنا الموقع فتح لنا، تمام. هنا بيقول لك اختار الصورة اللي انت عايز تغير مقاسها. هنختار، يعني نضغط هنا ونختار الصورة، تمام. نختار من الملفات، هنشوف أي صورة وليكن الكرسي ده، تمام. وهنيجي عند الكلمة دي نعلم هنا. بعد ما علمنا هنا بيقول لك انت عايز الصورة كام في كام. هنكتب هنا وليكن، نكتب في الجزء ده 500. انا مثلا عايزها 500 في 500. اهم حاجة نكتب بالانجليزي مش بالعربي عشان تتغير بنجاح. بعد ما نكتب مقاس الصورة هنيجي عن الكلمة دي ونضغط ريسايز، تمام. طبعا لو ظهر لك الاعلان ده هنلغيه عادي، تمام. كده المفروض الصورة اتغيرت. هو بيقول لك هنا الصورة اتغيرت بنجاح. عشان تنزلها هتيجي عند كلمة داونلود دي، تضغط عليها. ده حجم الصورة الجديد، دي الصورة حجمها الجديد. طبعا هتنزلها، هتضغط عليها كليك يمين، اسف، هتفضل ضغط عليها ضغطة وتيجي عند تنزيل الصورة. جالي التنزيل، خلاص كده تم تنزيل الصورة بالمقاس الجديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لايك للقناة، اسف، اشتراك للقناة ولايك للفيديو. شكرا.